زعيم القائمة العراقية إياد علاوي إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري سرعان ما ولدت مواقف متباينة في الشارع السياسي. فائتلاف دولة القانون يرى أن الزيارة ستسهم في حلحلة الأزمة وتراجع المطالبة باستجواب رئيس الحكومة نور المالكي. كل اللقاءات وكل الحوارات تسهم في حلحلة هذه الأزمة، ونحن نعتقد لا بديل عن الحوار في سبيل القضاء على كل هذه المشاكل والأزمات، ونعتقد أن الاستجواب وسحب الثقة يعقد الموقف السياسي ولا يحل المشاكل جميعا. الاجتماع الوطني، الحوار الوطني، كل هذه حلول ممكن أن تسهم في حل هذه المشاكل. التحالف الكردستاني قلل من أهمية اللقاء، مشيرا إلى أن الجعفري لا يعد صاحب قرار داخل التحالف الوطني، وأن الأهم هو لقاء يجمع الغريمين إياد علاوي ونور المالكي. عمليا المالكي هو الأساس، جعفري آراء معروفة، يعني نعرفها احنا، لو بيد الجعفري كان يحلها، مو صعب، بس هو مو بيد القائمة المتحكم القوي بالقائمة، قائمة التحالف الوطني هم مالكي والصدر، بعدين حكيم، يجي جعفري، بعدين جعفري عنده نائب واحد بالبرلمان. أما زعيم القائمة العراقية إياد علاوي فأكد أن لقاءه بالجعفري تناول الأوضاع في العراق والمنطقة عموما، نائيا بنفسه عن التصريحات الحادة ومركزا على الأزمات المعيشية والخدمية التي يعاني منها المواطن العراقي في حياته اليومية. هو عزمني على فطور، هاي عليش مع مجتمع طبعا، نقعد انا وياه نحكي على المريخ، لو نحكي على العراق وعلى الاوضاع بالمنطقه. فكانت عزيمه فطور لا اكثر ولا اقل. يا ازمه بالعراق، اكو ازمه بالعراق، ما سامع بيها، ادري اكو ازمه كهرباء وازمه فقر وازمه جوع وازمه وظائف ماكو، هاي ادري بيها، بس هاي مو أنا السعديني، أنا إنسان ما عندي شيء، يعني ما لي دور في هذا الموضوع، أنا مواطن عادي ونائب. وبحسب مراقبين فإن اللقاءات التي يجريها رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع قيادات الكتل ربما تسهم في التمهيد لعقد اجتماع مشترك للكتل السياسية، غير أن ذلك يعتمد على مدى رغبة تلك الكتل بتجاوز الأزمة من خلال الحوار أو الاستمرار بالتوجه إلى خيار الاستجواب على طريق سحب الثقة من الحكومة. إدريس جواد، السومرية.